أهلا بكم. رفض أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية المقارنة بين ردود الأفعال الأمريكية على أحداث أوكرانيا وعلى أحداث غزة، مشيرا إلى أن الأوكرانيين ليسوا هدفا مشروعا مثل حركة حماس التي تختبئ بين المدنيين وتنتشر في المباني السكنية والمساجد على حد قوله. بلينكين وفي معرض تعليقه على التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان أكد أن بلاده تواصل دراسة المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، موضحا أن واشنطن ستقول المزيد عن تلك المسألة في وقت لاحق لأن الأمر يستغرق بعض الوقت. أشار بلينكين إلى أن وجود تحقيقات مفتوحة كثيرة في إسرائيل بشأن الانتهاكات المحتملة، مبينا أن واشنطن تطبق نفس المعايير تجاه الجميع بغض النظر عما إذا كان بلد معين خصما أو منافسا أو صديقا أو حليفا. هل توجد لدينا معايير مزدوجة مع إسرائيل؟ الجواب لا، وكما يبين هذا التقرير نحن ننظر إلى حقوق الإنسان وحالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ونحن نطبق نفس المعايير تجاه الجميع، وهذا لا يتغير بغض النظر عما إذا كان بلد معين خصما أو منافسا أو صديقا أو حليفا لنا، وهذا أمر في غاية الأهمية. منذ اليوم الأول عملنا ما في وسعنا لزيادة حماية المدنيين، وكذلك كما تعلمون لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكاني غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها. وعندما يتعلق الأمر بالإدعاءات المتعلقة بالحوادث، سواء كانت انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو انتهاكات للحقوق، سميها ما شئت، لدينا آليات في الوزارة نتبعها حيال التقارير التي تردنا. كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أكد للحدث أنه تم التواصل مع حكومة إسرائيل من أجل السماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. أكد ميلر أن إدارة الرئيس بايدن دعت نتنياهو إلى بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن. تقييمنا يشير إلى أن الأمر ليس كافياً وأن ذلك يحتاج إلى المزيد من أجل السماح بدخول المساعدات، ولهذا السبب نشارك على أعلى المستويات في الحكومة بما في ذلك الرئيس بايدن نفسه، ونوضح تماماً وقلنا لرئيس الوزراء نتنياهو إنهم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، وأن القرارات السياسية التي نتخذها ستعتمد على القرارات التي تتخذها إسرائيل. لدى إسرائيل سجل حافل في إجراء التحقيقات مع جيشها وفي بعض الأحيان فرض إجراءات المساءلة، لقد رأيناهم يفعلون ذلك، فقد اتخذوا إجراءات المساءلة هذه علنا في الماضي، وهذا لا يعني أن هذه الأمور تكون دائما على المستوى الذي تريده حكومة الولايات المتحدة، ولا يعني أنها دائما على المستوى الذي تريده الأطراف المعنية الأخرى. لقد أعلمونا بالتحقيقات التي يجرونها، وسنتأكد من عدالة تلك التحقيقات، وفيما إذا كانت المساءلة مستحقة، فإن تلك المساءلة هي التي يتم فرضها. من موسكو معنا الدبلوماسي السابق الروسي فيسلاف ماتازوف، ومن القاهرة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي، أهلا بكما. أبدأ معك دكتور طارق. أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي لا يرى أي ازدواجية في المعايير، ويرى أن حماس تعتبر هدفا مشروعا حتى لو كانت في بيت أو في مسجد. تعليقك. بالتأكيد هذا التقرير السنوي يحتاج إلى مقارنة ومراجعة لتقسيم الأمور. أولا الضوابط والمعايير التي يبنى عليها التقرير منهجيا غير صحيحة، هذا أولا على مستوى الشكل. هذه المعايير والضوابط بتخضع لحالات معينة متعلقة بنقاط محددة، منها التعامل مع المواطنين، الفصل المدني والعسكري، الانتهاكات التي تتم في مستويات معينة وغيرها. يخلو التقرير من عمليات توثيق منهجيا، وبالتالي عمليات التوثيق مهمة لإمكانية الرد، سواء كان بالنسب الخاصة لشكل الانتهاكات، مواقعها أو غيره. وفي مراحل معينة نصحت الإدارة الأمريكية بضرورة أن يكون هناك تقرير للرد، بمعنى أننا ما نقوله وحضرتك بتطرحيه وكأطراف وكدول ومنظمات مجتمع مدني وغيرها لها حق الرد والتعامل معها. الإدارة الأمريكية
بتخفي كل هذه الأمور، لا توثق مصادرها، لا تعتمد على مصادر مباشرة، بتكتفي بتوجيه الإرسال. لكن دكتور طارق، البعض قد يقول القضية مش معايير مزدوجة. القضية ليست معايير مزدوجة، وبالتالي ما الذي يعني يمكن الرد عليه في أرقام؟ نتحدث عن حرب أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من عامين الآن، فيها 10,000 قتيل، 6 أشهر في غزة قتلت حوالي 40,000. هذه الأرقام والمؤشرات بطبيعة الحال لا يتضمنها التقرير ولا ينتهج انتهاج مباشر في مقاربة التعامل. يعني على سبيل المثال، الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة ضحى وضعت بعض الكتائب، كما تعلمي كتيبة يهودا، وفي 7 كتائب أخرى انتهاك مباشر من المستوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين. لا يوجد حديث عن انتهاكات للمستوطنين. الشابتر أو الجزء الخاص، البراجرافات اللي خاصة بإسرائيل اطلعنا عليها تفصيليا، لا توجد فيها إشارات لأي أعمال عنف تجاه المستوطنين، لا توجد أي إشارات من قريب أو من بعيد لعمليات القتل الممنهج اللي بتقوم به إسرائيل، برغم سيل التقارير الدولية ومن اليو إن حول الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في إطار إرهاب دولة منظم وليس إرهاب أفراد. وبالتالي هنا لا نتحدث عن إرهاب أفراد، ولا توجد بطبيعة الحال تعاملات من هذا. أما موضوع التحقيقات التي أشار إليها بلينكين وأشارت إليها الخارجية، لا توجد تحقيقات تجريها الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تطلب مزيد من المصادر والتباين لما يجري، وبطبيعة الحال إسرائيل لا تنظر لمثل هذه الأمور. صحيح. وما ينطبق على إسرائيل ينطبق ما جرى طبعا في الحالة الأوكرانية بصورة أو بأخرى. بهذه النقطة أنتقل لضيفي، ولكن لا تطلب تحقيق دكتور طارق، تقول هي تتحدث عن دراسة المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، دراسة معلومات وليس تحقيق. أعود إليك في هذه النقطة، ولكن أذهب لضيفي. أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية يقول الأوكرانيين ليسوا هدفا مشروعا مثل حركة حماس التي تختبئ بين المدنيين، وبالتالي هو لا يرى أي ازدواجية في المعايير في وقوفه مع الأوكرانيين ومدهم بالأسلحة ووقوفه ضد الروس وفرض عقوبات عليهم. تعليقك. طبعا مقارنة بين التطورات الأوضاع في أوكرانيا وتطورات أحداث في الضفة الغربية وفي أرض فلسطينية وفي قطاع غزة، لا شك أن هناك في أشياء مشتركة. في موسكو ينظرون على تلك الأشياء المشتركة من زاوية واحدة، أن قادة الحالية لأوكرانيا كلهم من جنسية إسرائيلية وكلهم يملكون جوازات السفر إسرائيلية وسياساتهم متشابهة تماما، وفي أوكرانيا قوات روسية تصطدم مع ضباط إسرائيليين، وهذا كثير من النقاط في إذاعة وتلفزيون الإسرائيلية باللغة الروسية. أنا شخصيا سمعت كثيرا ما التقارير الضباط من قوات خاصة إسرائيلية التي تشارك في معركة ضد قوات روسية في أوكرانيا. ولذلك أنا أتصور أن مقارنة ممكنة، ولكن من أي ناحية؟ من ناحية الأهداف مشتركة، لأن الري في روسيا منتشر وهو قوي، أنه في أوكرانيا في نهاية المطاف تتحقق المشروع القديم من 1922، بناء الدولة إسرائيل الثانية كإحتياط لإسرائيل في ظروف الكاسية عندما يأتي الوقت استدام المسلح مع العالم العربي مع العالم الإسلامي من أجل مسجد الأقصى، هيكل سلمون الثالث. ولذلك كل هذا يتطلب أي ملجأ، أي خلف الداخلي، وهذا الخلف الداخلي يعتبرون هذا الرأي في روسيا منتشر جدا، أوكرانيا كمركز. ولذلك حرب من أجل أوكرانيا، أمريكا تخوض ليست لأجل أوكرانيين أما لأجل هذا المشروع الاحتياطي لصفقة القرن الذي اتفق معه دونالد ترامب
وبنيامين نتنياهو أيامه رئيس دولة الأمريكية، وعثار لهذا الصفقة الكارم تطهير إسرائيل من كل الفلسطينيين في الضفة الغربية في قطاع غزة. لكن أنا أسألك سيد فيسلاف ماتازو في تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا في حربها على أوكرانيا، وبأنها ترى بأنه على روسيا ألا تقوم بهذه الحرب ولا تستمر فيها، وبالتالي لذلك هي تدعم أوكرانيا التي يعني روسيا تحاربها منذ أكثر من عامين الآن. طبعا كل هذه الأهداف الأمريكية تبدأ تتبين خلال الحرب. نحن بدأنا الحرب بموقف غير معلن، والآن كل أهداف واضحة، والآن روسيا تكافح مع الولايات المتحدة الأمريكية صحيح بشكل واضح مباشرة بالوكالة بقوات مسلحة أوكرانية البروكسي وور، ونحن نكافح 54 دولة غربية برئاسة الولايات المتحدة، وإسرائيل أحد الدول المشاركة في هذا الحرب ضد قوات روسية في أوكرانيا، وهذا دور كبير، دور ليس تكنولوجي فقط، ودور حوالي 2000 ضابط قوات خاصة أوكرانية جنسية إسرائيلية أعطوا إلى قطاع غزة عندما بدأت نتنياهو هجوم على قطاع غزة في منذ 7 أو 6 أشهر. ولذلك نعم. أنا أتصور أن أشياء مشتركة موجودة. دكتور طارق، في حديث أنتوني بلينكين تارة يتحدث عن دراسة المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان، وتارة يتحدث عن وجود تحقيقات مفتوحة لكن ستأخذ الكثير من الوقت. كم منتقدة الولايات المتحدة الأمريكية ليس في دعمها لإسرائيل الحليف الأكبر بالنسبة لها، لأن هذا معروف ليس جديد هذا الدعم، ولكن في عدم امتثالها للقوانين التي لطالما هي نادت بها حول حقوق الإنسان، الامتثال للقانون الدولي. نحن نرى مثلا هذه المظاهرات في الجامعات الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية، أول تصريح من بايدن كان بأنها معادية للسامية. هو بالتأكيد طبعا المقاربة الأمريكية مختلفة تماما ولا تنطبق على الحالة الإسرائيلية من قريب أو من بعيد، بصرف النظر عن محاولة يعني التأكيد على أن الولايات المتحدة تتعامل بمعايير أو ضوابط محددة تجاه العالم. يعني ما ينطبق على الحالة الإسرائيلية لا ينطبق أو الروسية أو الأوكرانية أو حتى الصراعات في العالم. هو ذكر ما نصه أنه لا يوجد أي تمييز ما بين الشركاء أو الفاعلين الدوليين أو حتى الخصوم أو غيره، هذا غير صحيح. يعني أيضا هذا الأمر انطبق على الحالة الصينية في الإشارة للانتهاكات التي تمت بصورة أو بأخرى. تستطيع دوحة أن تضع عنوان لهذا التقرير في مجمله، مش الجزء الخاص بإسرائيل فقط أو روسيا أوكرانيا، هو تسييس هذه المواقف والاتجاهات. يبدو الذين صاغوا، وهذا أمر معتاد بالمناسبة في التقارير المعادية، نحن نسمي أكاديميا هذه التقارير تقارير مسيسة لا تستند على أي أسانيد ولا يمكن الرجوع إليها في كمراجع علمية مثلا أو إشارات معينة، لأنه هناك تناقض وتضارب في محتوى المضمون نفسه. حتى النسخة يعني ربما نعتمد نحن على النسخة باللغة الإنجليزية، لكن أيضا الترجمة تتغير بطبيعة الحال. هو يتحدث عن انتهاكات ممنهجة بالنسبة لما جرى في قطاع غزة، ولكنه لا يقول أن هذه الانتهاكات ليست سلوك أفراد لكن سلوك دولة أو سلوك حكومة أو توجه من الحكومة. لم يشر في الحالة الإسرائيلية إلى الانتهاكات اليومية للمستوطنين في التجمعات الفلسطينية، لم يشر من قريب أو من بعيد إلى موافقة الأجهزة الأمنية على دعم هذه الأعمال، الانتهاكات التي تجري على طول المناطق والمناطق التماس داخل الضفة، ليس في غزة فقط ولكن غزة أمام العالم كتاب مفتوح، لكن هناك ممارسات وانتهاكات لم يتم عليها. طبعا موضوع الاعتقالات والملاحقات الأمنية والقبض على عشرات من الشباب الفلسطيني دون أن تكون هناك تحقيقات لم يتم إشارة إليها. لا توجد تحقيقات حضرتك لعمليات الاعتقال اليومية في الضفة، وأيضا في الممارسات التي تقوم بها الدولة، معنى التعليمات يشبه كثيرا ما يحدث في غزة مثلا.
بالتأكيد، يعني الاجتياحات اليومية للمخيمات بصورة كبيرة وخلط المفاهيم، يعني تستطيع أن تضع عنوان لي هو لم يميز ما بين المقاومة المشروعة للمحتل وما بين العمل الإرهابي المنظم، يعني ربما لم يشر من قريب أو من بعيد لممارسات حركات العنف في المجتمع الإسرائيلي، حركات التطرف التي يغذيها قطعان المستوطنين بصورة أو بأخرى، وهذه يوميا هذه الحركات كما تعلمي حضرتك يجرمها القانون الدولي اللي هو قال قانون دولي إنساني بصورة أو بأخرى. هذه الحركات ممنوع أصلا عليها العمل بالسياسة، ممارساتهم تقوم كل يوم في هذه الممارسات. وبالتالي إلى أي مدى دكتور طارق؟ منظمات إسرائيلية يعني زي منظمة بيتسليم وغيرها من المنظمات التي تسجلها. تفضلي حبيبي. وبالتالي إلى أي مدى دكتور طارق؟ أنت قلت جملة غاية في الأهمية، غزة كتاب مفتوح أمام العالم، وبالتالي إلى أي مدى هذا التقرير هذه المرة على الرغم من أنه إصداره بشكل دوري كتقرير مسيس كما تقول بالنسبة للباحثين يختلف هذه المرة عن كل المرات السابقة، كون ما يحدث من انتهاكات في غزة هو كتاب مفتوح أمام العالم، هو في فيديوهات في صور توثق ما يحدث في غزة وفي الضفة الغربية في فلسطين بشكل عام الآن، إلى أي مدى يؤثر في شكل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي وقت سابق؟ أنا في تقديري أن الولايات المتحدة افتقدت المصداقية أصلا في التعامل في مثل هذه الأمور، وظهور بلينكن ليدافع عن التقرير بنفسه هذه سبقة مهمة للمناسبة مع بس التقرير ومضمونه لكي يؤكد أن الخارجية الأمريكية تتعامل بمعايير واحدة وغيره، والرجل يدافع عن نفسه ربما للرد والرد المقابل ما نطرحه الآن، ونطلب بطبيعة الحال كباحثين وأكاديميين المصادر التوثيقة المراجعات التي يمكن أن تتم فيها، لابد هنا أن يكون هناك رد على الرد، بمعنى أنه لا نكتفي فقط حضرتك بأن ننتقد التقرير علميا ومنهجيا وبما تضمنه من مغالطات كبيرة وفادحة بالمناسبة في غزة وفي الضفة، أعتقد مطلوب أن يكون في تحرك في هذا وأن يقوم الإعلام العربي بدوره في هذا السياق، تجذيب مثل هذه التقارير وتفندها على أرض الواقع. للأسف الوقت انتهى تماما. أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور طارق فهمي، شكرا جزيلا كنت معنا من القاهرة، والدبلوماسية السابقة روسي فيسلاف ماتيزوف كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لكما.